ما شاء الله قرفة هانم حلوة. أي والله صوح الحاجة طالعة بسم الله ما شاء الله حلوة. فكرين كده لنكون ناسيين حاجة. احنا عملنا البسكويت وعملنا القراص وعملنا الكحك وعملنا ايه تاني وعملنا الفايش فاضل ايه تاني مش فاكرة، بس كده اظن ان احنا عملنا كل حاجة. ايوة صوح كده خلاص ما فاضلش غير اللي في ايدينا دول ونبقى خلصنا. وبعد ما نخلصوا هنودوهم بيت العريس على طول. ايوه هنودوهم بيت العريس على طول. ودينا اهو عجنت العجينه وخمرتها عشان الفطير بتاع الصباحيه والوكل على النار. هتاخدي لهم قد ايه فروج؟ هودي 5 فروجات وخمس بطاط و15 جوز حمام وفرده، وكمان موصيه الراجل الفرارجي ده على جيك رومي قد كده. وكمان الحاج محمد جاب خروف هيذبحوا الجزار وبعدين هنودوا اللحمه. وهعمل 2 3 كيكة وكمان 2 بسبوسة. حلو كده؟ حلو قوي ده كتير يا اختي. ولا كتير ولا حاجة، كله من قيمة بنتي. وما تنسيش برضو اني نسايب بنتي ناس معروفين وكبار وليهم قرايب كتير عشان الحاجات دي تكفيهم. ايوه صوح. وهتاخديها لحماد بنتك، بفكر اجيب لها خاتم ذهب. حلو عاد الخاتم حلو، بس عايز اجيب خاتم تقيل. بس كده مصاريف كتيرة قوي، انتوا عاملين حسابكم؟ ايوه. وهم بعدين بحطين في الصندوق مبلغ كويس، واحنا هناخد قيمة بنتنا. ربنا يتمم لها على خير. هي فين البت هانم؟ جوا مع البنات عايزبطوها ويعملوا لها حمام العروسة عشان تبقى منورة. يا اختي هي منورة لوحدها، اتنور زيادة. يلا بينا نخلصوا، النهاردة مفيش وقت خالص، عايزين نلحق نسوي الحاجات الباقية دي. ما تنسيش ان احنا هنصحوا الصبح بدري نعملوا الفطير عشان صباحية العروسة، ولسه 7 أيام هنعملوا فيهم أكل لبيت العريس. أيوة صح والله ربنا يقوينا يا رب. طفين البت سعاد تعمل لنا شاي، دماغي خلاص هتتزوج هي كمان. أنا هقوم أعمل لك شاي. لا خليكي أنا اللي هروح. ماشي يا حبيبتي. إيه يا أم غانم خلصت الصينية بتاعت العشاء بتاعت العروسة؟ أيوة يا حاج خلصتها. إيه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله حلو كده، وبوس ضبطتها كمان. واه واه ومين اللي علمك الحاجات الحلوه دي؟ البت بهانا الخياطه هي اللي قالت لي على الفكره دي. لا عال عال. طب يلا بينا عشان ما نتاخرش عشان تطلع ثنية العشاء وننزل على طول عشان الفرح. حاضر يا حاج. بسم الله ما شاء الله جميلة ومنورة. أمال ايه مش هي أختي طلعالي حلوة زيي؟ بسم الله ما شاء الله بدر منور، ربنا يتمم على خير. بقول لك ايه يا أم هانم، طلعت ثنية العشاء في شقة العروسة؟ أيوة طلعتها من بدري، ما تقلقيش كله تمام. طب كويس. بقول لك ايه يا أما، ايه رأيك ننزلوا تحت؟ لا أبوكي قال خليكوا هني. ايوه يا حبيبتي عشان تحت في رجاله كتير. الحق يا بنت هاني اخو العريس بيبص عليكي. وش عرفك ان هو بيبص عليا؟ ما يمكن بيبص على اي حد ثاني. لا يا شيخه والله يعني انا مش عارفه افرق. بصي قدامك يا علاء. هذا يا عمي مبروك يا عم الحاج. الله يبارك فيك عقبال عيالك. عقبال ما تشيل عيالهم كده ان شاء الله. ان شاء الله يسمع منك ربنا. مش هنضرب عيارين كده في الجو؟ لا بلاش، عايزين الليله تعدي بسلام. يا عمي عيارين كده مش هيعملوا حاجة. اواد قلت لك لا اسكت. ماشي يا عمي. عقبال ليلتك يا بنتي يا سعاد. ان شاء الله يا عمتي قريب ان شاء الله، ربنا يجعل الفرح في بيتكم على طول. امين يا رب العالمين. عقبال بنتك ربنا يخليكي في حياتك ان شاء الله. عقبالك يا محروس يا ولدي. يا رب يابا. بقول لك ايه يابا، ايه رأيك في اخت العروسة للزينة؟ نزل يا ولدي عينك، لو ابوها شافك هيتخبط عياريه. حاضر يا ابوي، بس ايه رايك؟ ما قلتليش مش كويسه؟ كويسه يا ولدي كويسه، بس اكيد عايزين يجوزوا بنتهم جوازه كويسه شبه الكبيره. وانت عارف يا ولدي ان احنا على قد الحال. عارف يا ابوي، بس برضو نقدم المشيئه واللي ربنا كاتبه هنشوفه ان شاء الله يا ابوي. ايه يا حاج انت ما تعبتش من راكس؟ ما تقعد يا راجل لا تتعب. لا ما تعبتش، قول الله اكبر. بفرح بنتي ولازم ارقص لحد الصبح. ارقص بس تريح شوية لا تتعب، انت راجل كبير. لا يا اخوي انت اللي راجل كبير، انا لسه صغير. صغير فين يا ابو عمو؟ ده انت بتجوز بنتك. لا ما انا متجوز صغير عشان كده البنت كبرت بسرعة. ماشي يا عمو الصغير.
ماشي يا رجل يا عجوز. يلا يا حبايب مدوا ايدكم افطروا. لا بعدين لما نخلص اللي ورانا. لا يا اختي انا جعانه قوي. كلوا كلوا لسه بدري. يلا بسم الله. الفطير كده وهو سخن كده والعسل جميل. ماشي يا حبيبتي. وانت مش هتفطري؟ اخلص بس الفطيره اللي قدامي دي. ماشي يا حبيبتي. بس بقول لك ايه، الفطير ما شاء الله شكله وريحته تحفه، حاجه كده تتاكل حاف. بالهنا والشفا يا حبيبتي. كلي. صباح الخير. صباح النور يا حاج. انا قايمه اهو يا حاج اجيب لك تفطر. ماشي. خلصت الفطير بتاع صباحيه البيت؟ اهو قربنا خلاص. يلا شد حالك استعجلي عاد هنتاخر. لسه بدري يا حاج. وبعدين يا حاج دول عرايس مش هيصحوا بدري. لا يصحوا بدري، انا عايزه اشوف بنتي. استعجل على ايه يا حاج، ده هي لسه ما بقالها ساعتين سايباك. اتوحشتها قوي. خلاص يا حاج انا قربت اخلص. طب انا عايزه اسبح. السطل اهو على الكانون سخن خلاص. هروح بقى اجيب لك الخلاقات واجيب لك الميه عشان تسبح. طب يلا بسرعه اعملي لك همي. اكتر من كده يا حاج، ده انا صاحيه من نجمي عشان اعمل الفطير بتاع الصباحيه. واهو قربت اخلص وانت شايف بسم الله ما شاء الله الفطير طالع جميل. هجيب لك دلوقتي فطيره وشويه عسل عشان تذوق وتفطر. لا بعدين اصبح الاول. ماشي يا حاج. يلا يا وليه قومي اعملي لك همه. بقول لك البت توحشتها قوي. وهي حاج ما انا قايمه اهو، ما انا كمان توحشتها قوي. يا فين بنتك سعاد ان شاء الله؟ محموده من كتر الرقص يا اخوي حيلها تهد. عماله صحي فيه وهي شبه القتيله، انا مش عارفه ازاي البت دي هتفتح بيت. اندلعت فيه عماله تدلعيه لحد ما بقت خايبه. انا برضه اللي بدلعها، انت اللي بتدلعها يا حاج. طب قومي بقى وبطلي لكي وعجني وخلينا نخلصه. ماشي قايمه اهو. قومي قومي يا حاج بسرعه، الحاج مش طايق نفسه. ايوه والله اصل روحه في البت هانم دي. امانه يعني البت هانم دي تضحك. طيبه وغلبانه، يا رب بس حماتها ما تضايقهاش. لا لا حماتها بتحبها قوي. ده عشان هي كانت لسه في بيتك، انما لما تروح بيتهم الوضع يختلف. لا ان شاء الله كله تمام. وبعدين انا موصياها وقلت لها تخلي بالها من حماتها وتسمع كلامها. يلا يا حاج خلصيني. واه جاي عاد يا حاج. يا مري ده الحاج متعصب قوي. اي والله انا اول مره اشوفه كده. يلا بينا نخلص بسرعه قبل ما يتعصب علينا احنا كمان. ايوه صح والله.